فيما يبدو إنها آخر من تعلم بقضايا الصحة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة أول حالة في اليمن نتيجة الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا، حيث أعلن وزير الصحة العامة والسكان أحمد العنسي اليوم إن الأجهزة الطبية سجلت حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في صنعاء، وكان ضحيتها شاب يمني يعمل مهندس طيران، وهو الشخص الذي توفي قبل 10 أيام من إعلان وزارة الصحة. وتوفي المهندس أنور عوض عبد الله بن عبد العزيز الكثيري 40 عاما، ويعمل مهندسا في مطار سيئون في أحد مستشفيات صنعاء نتيجة اشتباهه بإصابته بفيروس خطير يدعى كورونا. يذكر أن الفيروس سجل انتشاره في عدد من الدول المنطقة بما في ذلك السعودية والإمارات ودول أخرى، وهو الأمر الذي يهدد المنطقة بشكل عام بما فيها اليمن.